أهلا بكم في حلقة اليوم. نتوقف عند أبعاد ودلالات تصريح وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الذي اعتبر أن ما حدث من مجازر في حلب هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة بينما فشل الإرهاب. فعن أي دولة يتحدث العمامرة في مجازر حلب بالأحرى في تلك الحرب معلنة بتغطية جوية روسية وبقوات على الأرض؟ نسبة جيش بشار الأسد لا تشكل فيها إلا 20% في أقصى تقدير، بينما الغالبية الساحقة هي من ميليشيات إيرانية شيعية من حزب الله اللبناني ومن الحرس الثوري الإيراني ومن العراق وأفغانستان وباكستان واليمن وحتى شيعة قادموا من أوروبا. ماذا حدث في حلب؟ يعني الدولة استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة. فهؤلاء الناس كانوا يحلمون أن الإرهاب سينتصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن يعني ينجح في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب. العمامرة يتحدث إذن عن الإرهاب في حلب، فهل هؤلاء الأطفال الضحايا في حلب هم الإرهاب؟ مرحبا، يمكن هاي آخر يوم تسمعوا صوتي وتشوفوني. أنا اسمي ياسمين قيموز، عمري 10 سنين، صلي سنتين في دار الأيتام، صلي سنتين في إيدي بابا وماما من وضع الطيران. بوجه الرسالة. يلا بسرعة شوي بسرعة شوي. يلا عمو يلا 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 جيتك عمو يلا يا رب يلا 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 يا رب. هات قرص عليه، هات حجره هات حجره لا حجره يا شباب، هات حجره يا شباب، حجره من عندك، حجره من عندك هذيك تكون ماكنه. يا شباب ايه خلاص طلع 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 خلاص مش الحال. لا لا يا عمو، عمي هدي شوي هدي. معنا في الاستوديو دبلوماسي سابق محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق العربي زيتوت وعضو حركة رشاد. سيد محمد العربي زيتوت، قبل أن نأتي إلى العمامرة وتصريح المثير للجدل، ما تعليقك على اغتيال السفير الروسي اليوم في أنقرة، وطبعا فيه رابط كبير بما يحدث في حلب؟ من اغتاله كان يصرخ حلب. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك أخي جمال ولمشاهدي الكرام. وابتداء قبل أن أجيب عن سؤالك، اسمح لي أن أتعاطف وأترحم مع المستضعفين في الأرض، المعذبين في الأرض، من أفغانستان إلى نيجيريا، مرورا بباكستان، بسوريا، بالعراق، باليمن، بمصر، بليبيا، بمالي، حيث الشعوب تستضعف وحيث الآلاف يقتلون خاصة في سوريا والعراق. قد بلغت الأمور فيها حدودا غير معقولة وغير مسبوقة. ربما نشاهد كثير على سوريا، لكن للأسف لا نشاهد إلا القليل والقليل جدا على العراق، وفيها مجازر وفيها قتل لآلاف الناس من المسلمين السنة، خاصة في الفلوجة والرمادي، ولكن بشكل أساسي اليوم في الموصل. ما يحدث جرائم تندلها جبين الإنسانية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الإنسان، جرائم حقيقة ضد الشعوب. ما حدث في قبل ساعة أو ساعة ونص، إجابة عن سؤالك حول اغتيال السفير الروسي في تركيا، في وقع الأمر السؤال الأول والأخير دائما في هذه الحالات هو من المستفيد، بغض النظر عن ما هو المنفذ أو الفاعل. قد يكون المنفذ أو الفاعل قد يكون شخص غاضب لما يحدث في حلب وجرائم حلب وما يرتكبه الروس من جرائم كبرى في سوريا خاصة في حلب، وقد يكون أحد عناصر جولن الذين دخلوا في حرب مع فتح الله، جولن في حرب مع أردوغان وحكومته ونظامه، حاولوا انقلاب عليه في 15 جويلية كما تعلم،
قد يكون عنصر تابع لجهة متطرفة من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف، من الأكراد المتطرفين، من داعش. هناك مجموعات كثيرة تقاتل الدولة التركية، قد يكون كل هؤلاء. طيب هو لكن المستفيدين أساسا، المستفيد أساسا في اعتقادي من هذا الوضع هم طرفين على النقيض، لكنهم يستفيدون، إيران وسفاح دمشق من جهة، والغرب عموما من جهة أخرى. فهناك تقارب تركي روسي برغم كل ما ترتكبه روسيا من جرائم ندينها بشدة، لكن هناك تقارب حصل في الفترة الأخيرة، وهو محاولة في البحث عن حلول. روسيا تريد أن تأخذ سوريا، تغزو سوريا، تستعمر سوريا بقليل من الخسائر. قتل لها عشرات، هناك من يتحدث عن عدد كبير من قتل الروس، لا يعلنون على أكثرهم. ولكن الأخطر من ذلك أن الاقتصاد الروسي يتهاوى تحت ضغط العقوبات الغربية بخصوص أوكرانيا، وتحت الروبل مثلا انهار أكثر من 40 إلى 50% في السنتين الأخيرتين. الروبل هو العملة الروسية. فالروس يبحثون عن حل، وحقيقة حاولوا في قضية حصار حلب، في حين كانت ميليشيات حزب الله تذبح السوريين أطفالا ونساء بما فيهم الجرحى وتقتلهم، فإن الروس حاولوا أن يخرجوهم من حلب، لأن الروس يريدون الأرض السورية ولا يريدون أساسا القتل، بينما حزب الله وميليشياته وإيران وأتباعها وأذنابها لديهم حقد أعمى تبنى وتبين الآن بشكل لم نكن نتصوره أو نعقله ضد إخوانهم السنة، الذين وصل بهم خطيب الحسينية في طهران أن يقول انتصر المسلمون في حلب على الكفار، أصبح بوتين وجنود الروس التي تعتمدهم الكنيسة الأرثوذكسية، وأصبحت الميليشيات المتنطعة التي آتت من كل أصقاع الأرض هم المسلمين، وسكان حلب، أطفال حلب، نساء حلب، رجال حلب مسلم كفار. جريدة تابعة للحرس الثوري الإيراني ذهبت للقول بأن الرسول محمد حتى حارب في حلب. خزعبلات، دروشة، أكاذيب، خداع لم نكن نتصور أن يحدث قبل 20 قرن، فما بالك يحدث في القرن 21. يعني أشياء، وأنا مرات أتساءل وأسأل الناس الذين يساندون بما فيهم بعض الجزائريين الذين يساندون سفاح دمشق والميليشيات التي تقتل السوريين، ألا تنظرون، ألا تبصرون إلى ما يحدث، ألا تصبرون إلى هذا المقولات عند بعض؟ أنا لا أقول كل الشيعة، يعني اليوم مثلا كنت أستمع لرجل منهم هو صبحي الطفيلي أمين العام السابق، أمين العام السابق وأحد المؤسسين لما يكون مؤسس رئيسي لحزب الله، يندد بشدة بما تقوم به، بل ذهب وهو يفتي، هو من الناس الذين يفتون في المذهب الشيعي، قال أن من يقتل من حزب الله ومن الميليشيات الشيعية في حلب وفي سوريا هو كافر، وقال هذا بدون أن أدخل في قضية التكفير، يعني ليس شهيدا، قال ليس شهيدا، مصيره جهنم، قال مصيره جهنم، قال بهذا المنطق. وأنا بدون أن أدخل في قضية المصير يعلمه الله في نهاية المطاف، لكن هناك منطق وضعنا لنا الإسلام قيم، لذلك ننظر من خلالها من هو المعتدي. هؤلاء سكان حلب حتى لو جاء معهم 1000 شخص 2000 شخص من الخارج، 5000 شخص من الخارج، هؤلاء هم سكان، سكان المدينة. المدينة هذه كان يسكنها 5 ملايين، هي أكبر مدينة في سوريا قبل القتل الذي يقوم به سفاح. هؤلاء يدافعون عن مدينتهم، ألا تنظرون إلى الصور، ألا تنظرون إلى القتل هؤلاء؟ بينما يأتي الروس من أصقاع الأرض، يأتي الإيرانيين، تأتي الميليشيات الشيعية من أذربيجان ومن باكستان ومن أفغانستان ومن اليمن ومن كل مكان، لكي يقولوا من بين التي كانوا يقولونها أنهم يحمون العتبات المقدسة. العتبات المقدسة يعني قبور بعض الأتباع وبعض الصحابة، وهي لا توجد أصلا في حلب، ولكنهم عندما أرسلوا هذه الميليشيات قالوا أنهم لحماية حتى لا تسبى زينب مرتين. ويعني وحد المنطق شيء 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 يلغي العقل ويلغي كل شيء. طيب بحسب قراءتك الأوضاع، أنت قاتل السفير الروسي اتضح أنه شرطي سابق وكان يصرخ الله أكبر، وأنه لا ننسى حلب ولا ننسى سوريا، طبعا مع أنه صورة بثت موجودة على بعض القنوات بثتها أنه كان يتحرك بطريقة يعني حتى بعد دقيقة، يعني الصورة موجودة أمامنا وكان يصرخ تقريبا لدقيقة ولم يتم إطلاق النار عليه إلا بعد ذلك، يعني مع أنه
في وضع كان معروف بأن الوضع خطير والتهديدات، والسفير الروسي يعني ليس هناك له حرس من الكي جي بي مثلا، من الحرس الروسي الخاص، هذا تركي استهدفه، لا يستطيع حراس سفير روسي استهدافه، أم أنه بإمكان الطائرات الروسية أن تستهدف بسهولة الأطفال، بينما القتل الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق النار عليهم مثلا. ودون أن نفيد كثيرا شخصيا في هذا الموضوع اللي ما زال لم تتضح تفاصيله، والتفاصيل تترى الآن وتأتي تباعا، لكن ما استطيع أن أقوله يعني هو أنه الدولة السورية التركية اليوم تخوض حرب ضد مؤسساتها، ضد أجهزتها. أنت تعرف أنه تم إقصاء عشرات الآلاف من الشرطة، من الجيش، من الإدارة، من القضاة، أحيانا عن حق، في قلب الأحيان عن حق، ولكن أحيانا عن باطل أيضا في اعتقادي. لكنهم يقومون بذلك خوفا ورعبا من جماعة فتح الله جولن التي اخترقت، كما يسموها الجهاز الموازي أو الكيان الموازي، التي اخترقت تماما أجهزة الدولة وراحت قامت بانقلاب، انقلاب يوليو الماضي. فلا أستبعد أن يكون هذا الشرطي التركي، وإن حمل شعار حلب، إما أن يكون مباشرة من جماعة جولن أو أن يكون من الذين حركته جماعة جولن، لكن ليس فقط جولن في الحقيقة. صحيح أن فتحي جولن هو ربما يستفيد أكثر لأنه يريد إسقاط الحكومة القائمة ويريد الاستيلاء على الحكم، ولكن هناك كما قلت لك في بداية الحديث هنا أطراف أخرى. إيران مستفيدة من عملية مثل هذه، لأن إيران منزعجة جدا. احنا استمعنا للروس قبل يومين، قالوا أنهم سيقصفون من يمنع السكان حلب الشرقية من الخروج. كما قلت لك الروس يريدون سوريا الأرض، سوريا الموقع، سوريا الاقتصاد، سوريا الثروات، بينما الإيرانيين يريدون قتل السوريين. وهنا هذه هي الخلاف في الاستراتيجية، وأنا لا أستبعد أن يحدث بالضبط في التهجير، ولا أستبعد أن يحدث خلاف بينهما فيما بعد. طيب ماذا الآن عن الموقف الجزائري في كل هذا؟ استمعت إلى مطلع مامرة في ما حدث في من مجازر في حلب، هي أن الدولة استطاعت أن تسترجع سيادتها بينما فشل الإرهاب. صراحة عندما استمعت إليه وأنا أعرف أنهم انحرفوا بشكل رهيب، انحرفوا بشكل غير مسبوق، لكن عندما استمعت إليه لم أصدق أن يذهب في هذا الموقف المخزي إلى هذه الدرجة، وأنا أزن كلماتي هنا، من الوقاحة والوضع والدناءة والخيانة. لم أتصور أن يصبح قتل أطفال والعالم أجمع يرى الصور، العالم أجمع يرى الصور، قتل أطفال ونساء بشكل فظيع لعدة سنوات خاصة منها في الأسابيع الأخيرة يصبح هو انتصار الإرهاب. لم أتصور أن قتل بهذه البشاعة وهذه الفظاعة لسكان مدينة هم أهل المدينة يصبح هو انتصار الإرهاب. لم أكن أتصور أن يصل النظام الجزائري لهذه الحدود. نعم نحن نعرف نظام الجزائري قتل شعبه، طيب، قتل العشرات الآلاف باسم، لأنه عندما يقول الحرب على الإرهاب لأنهم قتلوا من الجزائريين باسم الحرب على الإرهاب، وأنت تعرف ما حدثت من طيب. مآسي يعني. سنعود إليها لو سمحت. العربي زيتوت تنضم إلينا الآن في النقاش، زينب عزوز الأستاذة الجامعية. ما رأيك زينب عزوز في تصريح لامامرة؟ السلام عليكم. أولا عمامرة، من تكون الجزائر وماذا تزن الجزائر؟ وعمامرة يعني كوزير خارجية وأنا كمواطنة عايشة الداخل، يعني مستغرب أنه ناس تتحدث على سوريا وعلى على مشاكل خطيرة تتجاوزنا بزاف، وحنا في بلادنا نخافوا من الكلمة ومن القلم ونقتلوا في أصحاب القلم. تأسس من القناة نتاعكم اللي أنا بالك بيا مانيش موافقتها في عدة أمور، تأسس أنها تتحدث بهذه الطريقة عن سوريا. كيف الطريقة؟ وتحصرها في مشكل دين، وتحصر سوريا يعني في مش هو الديكلاراسيون تاع وزير الخارجيه تاع الجزائر اللي فتح السماء نتاعها للطائرات الفرنسيه للارهاب نتاعها، للان ما على بالناش اللي قالوا عليه الارهاب يستشيروه في الدستور، واللي انتخبوا الناس يقولوا عليه الارهاب يقتلوه،
وما يخليوش يروح يصلي، واللي وش معناتها ماذا يقصد؟ ما عمرك كأي وزير في الدول العربية تاعنا يدافع على نفسه ولو أنه قادر يطلق لخطركش ولكن لم يتجرأ أي وزير خارجية، حتى روسيا وربما لم تتحدث بهذه اللغة، حتى إيران، يعني إيران الرسمية، خلينا من رجال الدين والذين يتحدثون عن الكفار والمسلمين والفتوحات الإسلامية، يعني العمامرة الموقف موقف العمامرة لم يتحدث به حتى الزينبيون، يعني الميليشيات الأفغانية والشيعية اللي جاية من أفغانستان. على كل حال العمامرة عطى رأي وعطى موقف نتاع اي دوله ما تتعرف الا بالدوله والوسافير نتاعها في سوريا، اللي السوريين متشردين قدامه ما شافهمش. ولكن بغض النظر عن هذا انا نرجع ونقول لك باللي ما عندها حتى وش الموقع تاعنا، هذا سفير خارجيه بريطانيا، هذا سفير هذا وزير خارجيه شكون؟ روسيا، وزير خارجيه ايران ربما، يعني وزير خارجيه الجزائر بالرابط التاريخي، هناك رابط تاريخي اسمه الامير عبد القادر مثلا الجزائر، يعني الامير عبد القادر الذي كان يحارب الغزاة الفرنسيين مثلما يحارب من هم في حلب الغزاة الباكستانيين والافغان ارهابي، الامير عبد القادر مثلا كان ارهابيا. الى حد نتكلموا على الارهاب اللي عايشينه درك، والارهاب بالمفهومه التاريخي، الارهاب بالمفهومه التاريخي الافلام ثاني كان ارهاب. ايه اكزاكتومو بالضبط. اذا كده بهذا المنطق تاع العمامره الافلام كان ارهاب، اذا المجاهدون كانوا ارهابيين. الارهاب كنهضروا عليه بطريقه تفوق ابسخات. وش هو التعريف تاع الارهاب؟ تاريخيا منذ ما قبل التاريخ، الارهاب كان داخل كل جمره تثور ضد النظام، مش الشرعي، النظام القانوني، النظام الحاكم. لي زيلوت ضد الرومان، حنا لي دوناتيس ضد الرومان، حتى هذا كان يسمى ارهاب، ليغا ضد طيب. ضد بريطانيا، هذا بكل يسمى ارهاب. وكتاش الحوايج بداو يتطوروا وتولي خطيره، كما خلقوا لنا الارهاب هذا اللي يسموه التيروريزم الاسلاميست. لان طيب. التيروريزم ما عندوش وطن، هو تخوف ناسيونال، ما عندوش حدود. طيب ما الذي حدث في حلب؟ في حلب مش كنت شفتي معنا الاطفال اليتامى والمهجرين من ارضهم، شفتي ذلك الطفل، ما هل هذا هو الارهاب الذي يتحدث عنه العمامره؟ الارهاب سقسي هو الارهاب اللي يتحدث عليه، ولكن في سوريا كاين ارهاب. انا يا سوريا والموقف نتاعي تعرفوا، انا يا هل ترى انا في الجزائر ها وانا عايشه تحت حكم عسكري ها، قبل غدوه نقبل غدوه يجوني مناضلين من بروكسل يؤديو لاسطنبول، يجوني اكثر من 40 جنسيه وما على باليش. طيب هل هؤلاء موجودون في حلب؟ هؤلاء موجودون في حلب للامانه ام لا؟ موجودين في سوريا، موجودين في لا نتحدث عن حلب، نتحدث نقاشنا عن حلب، هل هم موجودون هؤلاء الاجانب في حلب؟ لو سمحت يعطي فرصة لعربي زيتوت وأعود إليك. بالمناسبة يعني حي الأخت زينب، لكن بعض إخواننا في الحقيقة من لست أدري كيف يتيهون في البوصلة، يعني إذا كان جاء واحد، يعني إذا كان ناس أفراد جاءوا من بريطانيا أو جاءوا من فرنسا أو جاءوا من شيشان أو قاتلوا مع الشعب السوري سواء كانوا عن حق أو عن باطل، خلينا نضع هذا جانبا، هؤلاء أفراد جاءوا يقاتلوا مع يعتقدون أنها قضية، مثل ما قاتل معنا نحن عندما كنا نقاتل، قاتل معنا كثير سوريون، قاتل مع السوريون دعنا نعطيك الأسماء، قاتل معنا عراقيون، قاتل معنا فرنسيون قاتلوا معنا معليش أخت نضرك يرجع لك المنكس الصحفي، بما فيهم اللي سموهم لفريد دي فرير لي بورتور دو فاليز، كل هذون قاتلوا معنا، لكن دعونا من هذون، دعونا هل هؤلاء موجودون في حلب؟ دعونا من هذون، نفترض انهم موجود بعض منهم، هما الغربيين يقول انه موجود 4000 مقاتل اجنبي، نفترض ان هذا صحيح. هناك استعمار روسي اليوم، لم تعد القضيه هي حرب ما بين نظام فاسد قاتل وشعبه وثار عليه وجاب افراد قاتلوا مع هذا الشعب.
القضيه نتاعو تحولت. يعني انا كنت ممكن اجد عذر لبعض اخواني الذين يجدون ان هناك قتال ما بين النظام السوري والشعب السوري، وان ربما هذه حرب، حتى هناك من يسميها حرب اهليه، هي ليست حرب اهليه لكن يسميها كذلك، قد اجد له عذر. لكن عندما انتقل هذا الصراع من صراع ما بين نظام مستبد طاغي ظالم ضد شعبه الى صراع ضد قوى استعماريه، ايران قوه استعماريه، ايران لا تخفي وجود الاف من عناصرها من الحرس الثوري ومن الجيش الايراني، ايران لا تخفي ذلك، روسيا لا تخفي ذلك. يعني هناك غزو روسي ايراني لسوريا. اين القومجيون؟ اين الوطنيون؟ اين الثوار؟ اين هذا استعمار خارجي لسوريا؟ لم تعد القضيه صراع ما بين حاكمها والمحكومين. هنا انتقل هذا الخلاف. خلينا نعطي فرصه لزينب، تفضلي زينب. استاذ زيتون، تقبل انت تقبل كز سلاح ضد الدوله الجزائريه ويساعدوك ناس 40 جنسية تمول فيهم قطر، تمول فيهم تركيا، تمول فيهم ناس سعوديه، وتجي تحارب في الجزائر ولا ما تقبلش؟ انا ما نقبلش. انا نجاوبك، انا رد نجاوبك بسرعه. عندما يكون النظام مثل ما هو قائم اليوم، انت تعرفي حركه رشاد وتعرفي مشروعنا انه لا عنفي، واننا نطالب بتغيير لا عنفيا وسلميا، وقلنا نحن ضد حمل السلاح. لكن لو تجي روسيا ساحمل السلاح، لو تجي ايران ساحمل السلاح، لو تجي فرنسا ساحمل السلاح، لو تجي اي بلد يغزو بلدي ساحمل السلاح. انت بتحمل السلاح ضد نظام قاتل يسفك دماء شعبه. طيب، ولكن نحن نتحدث عن حلب، هناك ارهاب، هؤلاء غالبيه الاجانب مع داعش، ثم حتى على الارهاب النصره اللي الموجودين، عدد المقاتلين بتقديرات الامم المتحده ديمستوره قال بانه محسوبين على النصره فيهم 800 مقاتل، ذهب حتى في البدايه يقول انه 200 300 400 من 4000 محسوب على الجيش السوري الحر. يعني هؤلاء المقاتلون الارهابيون، اسمحي لي فقط، موثق انهم كانوا في سجون بشار الاسد واطلق سراحهم، كان يتلاعب بهم، يرسلون من القاعده الى العراق يسهل لهم. المالكي اتهمه بانه كان يدعم الارهاب واشتكى للامم المتحده، اطلق سراح الجولاني تاع النصره في ذروه الثوره السلميه لشهور، وهو يقتل في المظاهرات السلميه 40 قتيل يوميا. من انشق من الجيش في الجيش السوري الحر كانوا في الجيش النظامي. ما رايك؟ تفضل. يا اخي انا مش نعرف على جيش الثوره هذا، انه لوغو فابيس الصهيوني القاتل المجرم قالهم انفجرت ما عندوش مشكل، هو مادام سوريين يا اخي ما نغلطوش، قالهم جيش النصره يفون دي بومبولو اون سيري، مادام السوريين اللي قاعد يسيح مش راح لهم يا اخي. انا ما نقدرش نقول لك اليوم نختار بين، يقول لي اختاري بين لا تيفويد. طيب، ولكن داعش مثلا، داعش لماذا لا يحارب؟ الروس سلموا تدمر الى هرب الجيش الروسي ومعه شبيحة تصدب بالاحرى بشار الاسد، وتركوا مره اخرى يستعيدها داعش. لماذا هذا القصف للاطفال في حلب وعدم استهداف داعش التنظيم الارهابي؟ روسيا لا تستهدفه في الرقه مثلا. نتحدث عن الارهاب. نذكرك باللي التيار الروسي اللي قتلوا الجندي التركي اللي الاول باركوا فيهم، بعد قال لك لا نتاع خونا جولان اللي خاننا، نذكرك باللي قتلوا لاخطركش، كان يحاول يتبع داعش. واش هي داعش؟ نحصوا ذاك النطاق، اذا ما نتكلموا على سوريا قوة امبرياليه وقاعده تواجه في قوة امبرياليه اخرى، وفي اخر المطاف رغم راح يتفاهموا على روسنا وراح يقنعونا باللي كاين مشكل شيعي سني ما نعرفوش هو. طيب، سؤال اخير زينب عزوز، سؤال اخير، اطفال حلب هؤلاء التي كنت تشوفي صورهم هما كذلك داخلين في الحسابات؟ شوف نقول لك، من اطفال ليبيا، الاطفال بن طلحه، الاطفال بورما، الاطفال مش الاطفال في الموصول دركا في العراق يا اخي، العبد ما عادش يعجز، ما قدرت، واحد ما يقدر يشوف هذيك الصور، ولكن ما تحطش التفكير، قاعدين نحللوا. شكرا جزيلا لك زينب عزوز، الاستاذه الجامعيه محمد العربي زيتوت. هذا راي موجود في الجزائر. راي موجود لكنه في الحقيقه مقلوب على راسه وليس له اي منطق. عندما قالوا
عندما كانوا يقولون من أن الذين يقاتلون بشار الأسد هذه مجموعات نحن لا نتفق معها لا في حمل السلاح، وهي قالت نحن مشروعنا، أنا قلت ونحن معروفين أن مشروعنا هو اللاعنف وهو التغيير السلمي، لكن تغير خلاص تغير منذ 2013 أعلن حزب الله علنا من أنه يقاتل في سوريا، ثم بدأت إيران تعلن تدرجا من أنها ترسل المستشارين بالآلاف إلى سوريا، ثم أصبحوا يقولون من أنهم يرسلون آل البيت للدفاع عن مناقد آل البيت، أصبح استعمار إيراني. لم تروا ذلك؟ أصبح استعمار روسي. منذ 30 سبتمبر 2015 تدخل الروس بطائراتهم، عندهم حاملة طائرة واحدة أرسلوها إلى سوريا، أرسلوا عسكرهم، قوات خاصة، قوات كذا، قوات كذا، حتى الراقصات والراقصون، أرسلوا كل هذا. هذا استعمار خارجي. خلاص انتقلت القضية من معركة داخلية محلية إلى نعم تقول لي السعودية والإمارات وقطر، من أدراكم يا إخوان هؤلاء؟ هل تعتقدون أن السعودية تدافع عن الحرية، تدافع عن الثورة؟ هؤلاء دخلوا لسوريا لإغراقها، كان الهدف هو إغراق سوريا، هم أيضا تدخلوا لإغراق سوريا، حتى يقولون لشعوبهم ويحكم انظروا إلى سوريا، سوريا مثال، مثال أصبح يرعب وأصبحت ترعب به الشعوب كلها. إذن كان عليكم إذا وقفتم حتى 2013 مع بشار أو وقفتم في الحياد، فبعد 2013 بعد الغزو الخارجي خلاص انتقل الموضوع ولم يعد كذلك. هل نقبل أن يأتي غدا الروس ويحتلوا الجزائر؟ ألا نحمل السلاح؟ سنكون أذل من الأذلاء وأخزى من 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 المجرمين. أما الحركة اللي رفعوا السلاح مع فرنسا كانوا على حق. الآن الذي يقف مع بشار من الأولى له أن يقف مع الحركة الذين طيب قاتلوا من أجل فرنسا، لأن فرنسا كانت تعطينا وكانت كاين لها أشياء والأمور هادية ولاباس طيب. والثورة اللي جات لما أشرت إلى السعودية مثلا، وأنه بعض الجزائريين وقطر يعني الأمانة هذه بعضهم يعني أحيانا مكرة في السوريين بهوس بمتلازمة متعلقة بقطر وبالسعودية، يقولون أن السعودية مثلا دعمت الإرهاب ودعمت الإسلاميين، بينما السردية مختلفة يعني معروفة موثقة، نتابع فيديو لخالد نزار وشهادة خالد نزار في مذكرته بأنه الملك فهد ملك السعودية لذاك قال له عليك بالعصا للإسلاميين، وكان يقصد عباس مدني وعلي بن الحاج والفيس آنذاك، والرواية موثقة بأنه 400 مليون دولار حين ذاك أعطتها السعودية. 3 مليار دولار يا أخي، 3 مليار دولار. ألا مش أنا نقولها، الصحافة الجزائرية كتبتها، ويستطيع الناس أن يرجعوا إلى صحافة يناير جونفي 1993، وأنا كنت دبلوماسي وأعرف هذه الأشياء. 1993 كانت 3 مليار دولار، وكانت السعودية خارجة من حرب الخليج التي استقدموا فيها القوات الأمريكية ودفعوا عشرات الملايين من الدولار، كانت مهدمة. ويقول نزار في كتاب وفي هذه الصفحة، يقول بالرغم أن السعودية كانت خارجة مفلسة تقريبا من هذه الحرب، لكن أعطونا كذا وكذا وكذا. دعنا نتابع فيديو علي بن الحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية قاد ومذكرات خالد نزار في رواية أخرى لكل الذين يتحدثون مرة أخرى بهذه الرواية، رواية دعم السعودية للإرهاب، وبعض الجزائريين باسم هذا يدعمون بشار. وفي الرياض استقبلني جلالة الملك فهد مدة ساعتين أبدى إلي خلالها موقفه من الإسلاميين والمشكل المطروح على الجزائر. ففي البداية أوصاني الملك بالسعي لجمع الجزائريين، ولما تطرق لمسألة الإسلاميين قال لي إنهم ليسوا بمسلمين، يعني كفرون. كي تقول واحد تسبون واش تقصد ليس بمؤمن؟ نفي الكمال ولا نفي الحقيقة؟ الحقيقة. ليس منا من غشنا، هذا نفي كمال ولا نفي حقيقة؟ كمال. هذا نفي كمال، لكن هو الآن يقول ليسوا بمسلمين. طيب، وكرر أمامي 3 مرات العصا. يعني فهد قال لهم في ذلك الوقت هذه شرعية لازمكم تحترموها؟ قال لهم الشرعية لابد أن تحترموها؟ قال لهم العصا. يعني في التسعينات
كانت الأنظمة ما زالت ما كان لا ثورات ما كان لا فضائيات ما كان حتى شيء. يوصيهم بماذا؟ علي بن الحاج يدن كان متحدثا عن المقطع موثق لمذكرات خالد نزار ومحمد العربي زيتوت، انت تعرف الكتاب وطلعت عليه، يعني باسم هذه السرديه الغالطه وقطر لم تكن موجوده اصلا، يعني بذلك النفوذ، يعني قطر التي تمنع لها المليارات وامرائها وامراء السعوديه يصطادون الغزلان والحبار في الجزائر، بعض الجزائريين باسم هذه السرديه الغريبه العجيبه يدعمون بشار ويقولون لهم ان السعوديه وقطر تدعم الارهاب، مع انه صاروخ مضاد للطيران لم يدخل مثلا من يدعم في الارض ايران، ليس كذلك بالمال وبالرجال. في كتابه هذه في هذه المذكرات لما قراتها انا قبل سنوات طلعناها بعدين في فيديو، الفيديو موجود لمن اراد ان يبحث، يكتب فقط فهد نزار العصا 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 سيجد هذا الفيديو. في هذه المذكره يقول نزار آن الأوان أنا أترجم من كتاب أنا قريته بالفرنسوية، آن الأوان أن أقول لكثير من أنصارنا وإخواننا ومن موقف السعودية الحقيقة المظلومة، يظلمونها في الإعلام، يظلمونها في الإعلام الجزائري، والحقيقة أن السعودية وقفت معنا وليس مع الإسلاميين. وبدأ يسرد كيف أن وجهت له دعوة إلى السعودية في جانفي 93 باعتباره رئيس الشخص القوي صاحب الانقلاب، قال لهم لا راهو هنا علي كافي ولا أريد أن أزعج علي كافي إلى آخره، بعثوها لي باعتباري وزير دفاع، وذهب باعتباره وزير دفاع وليس باعتباره رئيس مجلس الأعلى. ويتحدث كيف استقبله لمدة ساعتين وكيف قال له أن علي بن الحاج لا يعرف أن يلبس ووجهه كما لبسته، هذا الكلام بهذه العبارات، وقال له انه قال لي نجيب لك مليون يدافعون عن السعوديه ضد صدام ضد غزو صدام، ولكن لا تاتي بالامريكيين ولا تاتي بالغرب، هذه ارض مسلمه. قال له قلت له من انتم وكيف تاتون بالمليون، ثم تركتم وخرجوا. قال له هؤلاء ليسوا مسلمين، عليك بالعصا العصا العصا. ثم يكمل نزار في مذكراته ويستطيع الناس ان يعودوا اليها، يقول وعدت محملا بأموال كثيرة برغم أن السعودية كانت قد تقريبا أفلست من حرب الخليج، محمل بأموال كثيرة، لم يذكر الرقم، لكن صحافة آنذاك وأنا أتذكرها قالت أن السعودية أمدتنا بثلاثة مليار دولار، ثلاثة مليار دولار. لا أذكر وزير الخارجية وزير الاقتصاد الجزائري ذكر في مذكرته قال بأنه ذلك المبلغ سمح بالجزائر كانت لم تعد تستطيع الحكومة أن تدفع حتى شراء جهتين جهتين أنقذوا النظام من الإفلاس. فرنسا عن طريق الأفامي، طبعا مش من أموالها وإنما عن طريق الأفامي اللي جاء وفرض علينا بيع الشركات وبيع الكذا بالدينار الرمزي ودخل أويحيا في خط ائتمان، خط ائتمان. والسعودية بلدين، فرنسا والسعودية بلدين هم الذين طيب. أنقذوا النظام من الإفلاس بزيطة. وهذه الحقائق الموثقة. فقط كلمة في هذه النقطة، يعني أنا أريد خاصة من إخواننا الفرنكوفون وبعض المخدوعين، السعودية أين ذهب ابن علي عندما قامت الثورة في السعودية؟ هل ذهب إلى فرنسا؟ هل ذهب إلى بريطانيا؟ هل ذهب إلى روسيا؟ هل ذهب إلى أمريكا؟ هل ذهب إلى واغادوغو؟ لا، ذهب إلى جدة. طيب خليك معنا محمد العربي زيتوت، كمال قمازي القيادي في جبل إسلامي الإنقاذ. كمال قمازي كنت تتابع معنا، يعني هذا يعني تاريخ مربوط ببعض الموقف الجزائري تبعته العمامره يتحدث عن الارهاب، هناك موقف يعني راي عام بين قوسين يعني نخبه وشعب مع بشار بزعم ان السعوديه تدعم الارهاب وقطر وغيرها، ومع ان كنت تتابع ويعني مثل ما حصل في الجزائر، ما رايك ما تعليقك على تصريح العمامره ربطا بمن لهم هذا الرأي في الجزائر؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ جمال، تحية لضيفك الكريم أستاذ العربي زيتوت، تحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية الكرام. طبعا استمعنا إلى تصريح الوزير رمضان العمامرة، كان تصريحا صادما في حق يصدم، لانه
الشعب الجزائري يعني خاصة في الأيام الأخيرة التي كانت يعني الحلب تحت القصف، وكان قلوب الشعب الجزائري كلها يعني مع سكان حلب من نساء من أطفال، شفنا الدمار شفنا المجازر التي وقعت يعني، وكانت قلوبنا تتألم وكفنا تتضرع حتى ترفع الغمة عن الشعب السوري، وخاصة في حلب لأن حلب كانت يعني العالم كله سيتكلم عنها حتى في الغرب. ومع الأسف يعني الموقف الجزائري ربما كان من الأولى الكلام على الأقل صرخة أو صيحة ومعتصماه لإنقاذ الشعب في حلب، ولكن مع الأسف تأتي هذه الكلمات ربما من خلال حديثكم من خلال المناقشات التي كنت أنا أتابعها في هذا اللقاء، يعني هي منسجمة مع قاله الجنرال نزار، منسجمة حتى مع الموقف الجزائري، لأن الموقف الجزائري في التصويت في الغالب في الجامعة العربية تجد صوت الجزائر مع الصوت العراقي فقط أو بعض الدول كلبنان التي يعني لا تصوت، وإنما كان من قبل مع النظام السوري مع بشار الأسد، رغم أن الشعب الجزائري مع نضال الشعب السوري، وفي الحقيقة نحن في الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعني موقفنا دائما مع الشعوب، سواء كانت الشعوب الإسلامية مع الشعب العراقي مع الشعب اليمني مع الشعب الليبي مع في مالي، في حيث هناك مضطهدون ومظلومون نحن دائما قلوبنا ومواقفنا، وكما كان في غزة في فلسطين في، وكما تفضلتم يعني من خلال اللقاء كانت مشاركة الجزائريين حتى في الحروب التي كانت تقع في الشرق الأوسط نصرة لفلسطين، وفي كل يعني كانت دائما مع الشعوب ولنا صلات مع الشعب السوري كما تفضلتم منذ زمن الأمير عبد القادر وحتى من قبل وحتى من بعد وحتى في الثورة الجزائرية. لهذا أنا لا أعتقد أن هذا الرأي الذي يعني تفضلت به الأستاذ الجامعية يعني رأي له يعني ما هوش رأي غالب في الجزائر، الغالب هو رأي الشعب الذي يقف مع الشعب السوري، وخاصة أن هذا الهجمة على حلب وعلى الحواضر الإسلامية سواء في الموصل وفي حلب وفي دمشق، هذه الأسماء التي لها تاريخ عظيم وتحطيم لتاريخ المسلمين هو، ولكن هؤلاء بالنسبة شيخ كمال قمازي هؤلاء بالنسبة لخطيب الجمعة في حسينية طهران قال بأنه هؤلاء كفار، انتصر الإسلام على الكفار في حلب، والرسول صلى الله عليه وسلم جريدة تابعة محسوبة على الحرس الثوري الإيراني الذي يقاتل هناك ذهبوا إلى القول أن الرسول كان يحارب معهم ضد الكفار. نعم نعم أنا سمعت هذا التصريح يعني خاصة مثل الجمعة في طهران، بالحق هو منهم لا يستغرب لأنهم كانوا هم المعاول التي كانت تهدم في حلب، لأنه كما تفضلتم وكما هو معلوم ليس الجيش السوري الذي كان يضرب في حلب، وإنما كانت هناك حرب بالوكالة، كان هناك من حزب الله وكان هناك من الحزب الشعبي في العراق ومن الشيعة في العراق والإيران، حتى أن إيران اعترضت على الهدنة وعلى طريقة يعني التي كان يخرج بها المدنيون من حلب، يعني حتى توقفت تلك يعني إيران تريد لها مخطط لا شك أنه معلوم في الشرق الأوسط لتشيع نصر الشيعة ونصر كما هو معلوم في منذ ثورة الخميني تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن وإلى. طيب خليك معنا هنا لو سمحت شيخ كمال قمازي، على ذكر إيران محمد العربي زيتوت يعني تاريخيا كذلك فيما وقفت بالدليل كل السعودية مع انقلاب 92 إيران الجزائر قطعت العلاقات مع إيران آنذاك التي الآن معها في خندق واحد ومع خندق بشار، واتهمت إيران بدعم الإرهاب
يعني خيال الصحفيين مثل ما يكشف تكشف جوجل العظيم يكشف صحيفة لبنانية أنذاك مجلة الوسط بالأحرى قالت بأنه خيال الصحفيين الجزائريين أنذاك كان يقول بأنه إيران كانت تدعم الإرهاب في الجزائر جماعات المسلحة ب5 مليارات دولار. نفس خيال الصحفيين الآن الذي مع تخندق الجزائر مع إيران، أليست مفارقة؟ قطعوا العلاقة واتهمت صحافتهم آنذاك عبد العزيز بالخادم من أنه عميل لإيران، وشنت عليه حملة عنيفة. طبعا عبد العزيز بالخادم أصبح فيما بعد عميل العادة ليصبح عميل للنظام، لكنه في تلك المرحلة اتهم من أنه التقى السفير الإيراني وتعشى عنده، وأنهم خططوا لمقتل دبلوماسي جزائري في الجزائر. لعل هذه الكثير من الناس ما يعرفوهاش، قتل دبلوماسي جزائري في الجزائر هو مسؤول الشؤون الأسيوية في وزارة الخارجية، زميل لي. واتهمت الصحافة آنذاك والنظام الجزائري قطع علاقاته تبعا لاغتيال الدبلوماسي الجزائري في العاصمة الجزائرية في 93 أو في نهاية 92، وشنوا حملة عنيفة جدا على إيران باعتبارها تدعم الإرهاب. طيب أنتم اليوم وإيران في نفس الدعم، تدعمون بشار الذي يذبح شعبه، تدعمون إيران، يعني كنتم تقولون طيب هذه إيران تسمى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأنتم تقولون الإرهاب الإسلامي، عليكم أن تختاروا، أن تقفوا مع إيران الإسلامية التي تقول أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كن غير مصيبتهم، كن غير قالوا الملائكة، يعني النبي ربه يقول له إنك ميت وإنهم ميتون والميت لا يعود، بشر، ليس هناك بشر يعود إلى الحياة بعد أن يموت، ليس هناك، كون غير قالوا الملائك. هؤلاء الذين يقولون اليوم من أن أطفال حلب كفار، أنتم وإياهم في نفس الخندق. هؤلاء الذين يقولون أن النبي يقاتل معهم، أنتم وإياهم في نفس الخندق. هؤلاء الذين اتهمتهم بالإرهاب في الجزائر وبقتل دبلوماسي جزائري لا زلتم لم تبحثوا في حقيقة من قتله، تقاتلون معهم أطفال حلب. هناك كذلك حزب الله، الجزائر رفضت واحتجت لا تريد تصنيفه ضمن كجماعة إرهابية لو تذكر، وبحجة أنه عدم التدخل في الشؤون الداخلية. حزب الله ألا يتدخل ويقتل كما تتهمه الأمم المتحدة ويعرقل خروج المظلومين من حلب؟ يعني حزب الله شخصيا كنت ممن يناصره، أنا لا أفشي هنا سرا، هذا معروف وموجود، وكثيرين من الأحرار كانوا يناصرون حزب الله عندما كانت البندقية موجهة للاحتلال الصهيوني، للاحتلال الإسرائيلي. عندما كانت البندقية والخطاب موجه إلى إسرائيل كنا نقف معه، لكن عرف عن الثورة السورية أنها الكاشفة الفاضحة التي فضحت أقواما وأقواما وأقواما، من قومجية إلى حزب الله إلى إيران إلى أنظمة إلى الغرب إلى الشرق، فإذا بالثورة السورية تفضح الجميع، ويصبح حزب الله اليوم عناصره يتقربون كما يقولون إلى الله وإلى الحسين، وأنت تسمع الحسين والحسين والحسين بريء منهم، إلى بذبح أطفال حلب ويغتصبون نساء حلب ويقتلون شيوخ حلب ودرعا والقصير وكل ودمشق وكل المدن السورية. طيب. لأن حزب الله فقد البوصلة، فإذا طيب تحول من معادي للاحتلال إلى قتل الأطفال، وهنا في الحقيقة أصبح في ذهب طيب. إلى مزبلة التاريخ وسيذهب من جهة أخرى. خليك معنا أنور مالك الكاتب، ينضم إلينا ضابط السابق في الجيش الجزائري. أنور مالك، ما تعليقك؟ صدمت بحسب تغريداتك في الوسائل التواصل الاجتماعي من تصريح العمامرة، لماذا يصدمك هذا التصريح؟ في البداية أحييكم أخي جمال الدين وأحيي المشاهدين الكرام. حقيقة لم أصدم بل تأسفت، يعني تأسفت إلى حد كبير من هذه التناقضات التي تأتي على ألسنة المسؤولين الجزائريين. الجزائر منذ البداية تدعي أنها لا تكون حيادية، أنها لا تتدخل في شؤون الآخرين، أنها تدعو إلى السلم، أنها ضد القوى، تدخل القوى الكبرى في أوطان بلاد العرب والمسلمين وما إلى ذلك من هذه الشعارات المعروفة، ولكن
في الثورة السورية تخندقت منذ البداية مع بشار الأسد وراحت تتدرج من حيث كانت الأمور عن عبارة عن تصريحات السفير الجزائري في دمشق بتصريحات تأتي في صف نظام الأسد وتدرجت ثم استقبلت وليد المعلم ومفتي البراميل مفتي بشار الأسد وتطور الأمر إلى أنه تصريح وزير الخارجية أنه عندما أستمع إلى التصريح ولا أرى الصورة أتخيل نفسي أنني أستمع إما إلى مستشار من مستشاري خامناي أو أنه وليد المعلم الذي يتحدث. للأسف الشديد هذا يؤكد على أنه هذه التناقضات ما هي إلا شعارات. فالتخندق المباشر مع نظام بشار الأسد وترديد الكلام الذي يردده بشار الأسد هو العجب العجاب. على أي دولة سورية يتحدث هذا الوزير؟ هل هناك بقيت هناك دولة أصلا في سوريا؟ عن أي تحرير يتحدث؟ وكل الميليشيات الطائفية والإرهابية والقوى الأجنبية جاءت وقتلت وذبحت الرضع والنساء واغتصبت النساء وقتلت المدنيين وطاردتهم ودمرت على رؤوسهم بيوتهم. أي تحرير يتكلم عنه هذا الوزير؟ أي انتصار للدولة السورية على الإرهاب؟ أعتقد أنه أما الوزير دائما أقول إما أن الوزير يجهل حقيقة ما يجري أو يتجاهل وأرجح أنه يتجاهل فقط ويؤكد على تخندق الجزائر في صفوف هذه الثورات المضادة التي جاءت منذ البداية خوفا من امتدادات الربيع العربي ثورات الربيع العربي إلى الجزائر. أعتقد أنه هذه سقطة كبرى رسمية ومعلنة، هي سقطات موجودة من قبل ولا أتوقع أن الجزائر ستكون مع الشعوب، هذا مستبعد منذ البداية، ولكن بهذه الصفة الرسمية وبهذه الألفاظ المستعملة التي كأنها كتبت في دمشق وأرسلت إلى وزارة الخارجية الجزائرية جعلنا كثيرا نصدم من هذه التناقضات التي تأتي على لسان هذا النظام الذي صار يعني يعتبر قتل المدنيين والجرائم ضد الإنسانية والإبادة التي حدثت في حلب هي تحرير من الإرهاب. أي إرهاب يتحدث أنه إيران تتدخل، ويقول ضد التدخل الأجنبي مع إيران وهي لديها ميليشيات إرهابية تقتل السوريين، يقول أنني لا من أجل السلم. والغريب أنه ما زالت مفاوضات حيث يعتبرون أن ما يحدث في سوريا ليس ثورة بل حرب أهلية، ورغم ذلك ما زالت لم تنتهي قضية حلب والنظام الجزائري يعلن بهذه الطريقة اصطفافه مع النظام واصطفافه مع روسيا التي تحتل سوريا. أعتقد أنه قيم نوفمبر التي الجزائر رفست تحت الأقدام وبصفة علانية بهذه الصورة المخزية للأسف الشديد. طيب طبعا أنور مالك شيخ كمال قماز يعود إليك، ذكرت الأمير عبد القادر الجزائري وهو الرابط الكبير، ربما الجزائر البلد العربي الذي له روابط المغرب خاصة في المنطقة المغاربية الذي له رابط تاريخي عنوانه الأمير عبد القادر، استقبله السوريون يعني حتى أحفاد الأمير عبد القادر أول وزير خارجي وزير حتى أول رئيس حكومة في سوريا المستقلة كان أحد أحفاد الأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر إذن بحسب في اعتقادك ما يقوله العمامرة إذن هو كان إرهابيا لما كان يحارب الغزو الفرنسي، ثم الأمير عبد القادر شهادة موثقة أنه حمى المسيحيين في دمشق في يوم يشهد له التاريخ وكان مستعدا للتضحية بنفسه للحماية أقلية غير مسلمة آنذاك. أين الجزائر من هذا الإرث مع هذا الموقف الآن؟ نعم في الحقيقة يعني ترى صور متناقضة كبيرة بين الأعمال الجليلة التي في حق الشعب السوري، يمكن يعني تقدير كبير للجزائر والجزائريين ابتداء من الأمير عبد القادر وأعماله الجليلة التي قام بها، كان الشيخ طاهر الجزائري، كان الشيخ البشير الإبراهيمي، كان أسماء كثيرة في الحق يجلها ويرفعها السوريون عاليا. ولما لنا الصورة المخزية من هذا الموقف يعني الصادم في الحقيقة يعني تناقض يعني كبير وانشطاط كبير، يعني في الحقيقة لو أنتم يعني في المغاربية تظهرون الصور المحطمة المهدمة لحلب يعني التي يعني فكانت تصور بالأرض، هذيك الصور لو كان نقارنها بالصور تاع الهجمة الإسرائيلية الصهيونية على غزة والدمار الشامل الذي وقع في غزة، في الحقيقة ما كانش فرق يعني بينهما
من الدمار والتهديم واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا، استعمال الأسلحة الكيميائية يعني في الغوطة لما قتل الأطفال يعني بالمئات بالسلاح الكيميائي، يعني في الحق يعني لبس أدري يعني كيف تكون يعني التصريحات مثل هذه والصور الحق واضحة. أين الإرهاب؟ يعني هل النساء والأطفال والشعب السوري المقاوم الذي يعني أراد الحرية، أراد أن يستعيد حقوقه، أراد يعني أن يعيش في كرامة في عزة في لا يعني في الحق شيء يعني من رهيب ورهيب جدا في الحق. يعني هل أليس الإرهاب والشباب الآفاق الذين جاءوا من كل مكان ابتداء يعني من الروس الذين يعني كانوا يسيرون الحرب يعني بالوكالة في سوريا، من الإيرانيين من كل مكان، أليس هؤلاء هم في حق الأولى أن يوصفوا بالإرهاب؟ شكرا جزيلا لك كمال قمازي القيادي في جبهة الإسلامية للإنقاذ. حتى في موضوع الإرهاب الآن نتحدث بالأشياء ومسمياتها. محمد العربي الزيتوت، الإرهاب الاتهام أنصار النصرة في حلب بأنهم إرهابيون، لكن هادو كانوا في سجون بشار الأسد ليس كذلك، أطلق سراحهم لأرهبة ثورة كانت بكل مزالة. حتى يعني كثير من المثقفين السوريين اليساريين العلمانيين مثلا مندهشون من الجزائريين وغير الجزائريين الذين يعني يصطفون مع بشار الأسد. يعني لم تكن ثورة في البداية لا علاقة لها لا بالمجامع الإرهابية، من أطلق سراح المجامع الإرهابية، من لا يحارب داعش، من دعم داعش بالوثائق هو نظام بشار الأسد ليس كذلك؟ صحيح. يعني هو كثير من الجزائريين للأسف خدعوا عندما قيل لهم من أن الخليجيين يساعدون الثورة السورية، فبعض الجزائريين عندهم ما يسمى بالردة الفعل البافلوفية، بافلوف بمعنى أنها شرطية، كل شيء يقوم به الخليجيين هم يعادونه، فبقيت لهم، في حين أن الخليجيين لم يساندوا الثورة السورية ولا يستطيعون أن يساندوها لأنها تناقض وجودهم ونظم مملكاتهم وإماراتهم إلى آخره. وحتى لو افترضنا أنكم ساندتوه آنذاك بعدما تدخل الإيرانيين والروس وأصبح استعمار، نحن أولى بالدفاع عن البلد المحتل. يعني مقارنة مثلا بأفغانستان التي مثلا من رجح الكفة هي الصواريخ المضادة للطيران ولا صاروخ الغرب ولا يمنع، لأنه أمريكا وإسرائيل منعت. الغرب وعلى رأس أمريكا وبما فيها إسرائيل يمنع على الثورة السورية السلاح المفيد خاصة المضاد للطيران. يعني هذيك الهليكوبتر والطائرات وكذا، روسيا وش مرعبها الآن؟ ماذا يرعبها الآن؟ هو أنها خافت أن تأتي إدارة أمريكية جديدة وتعطي لأنها معادية لإيران، الإدارة الأمريكية الجديدة بشدة ترامب، فيعطي سلاح مضاد للطيران، ولذلك تريد أن تنهي الأمر قبل وصول ترامب برغم موقف ترامب من بوتين وعلاقته به. فهذا هو اللي يرعبهم. إذن المشكلة الكبرى يعني تتداخل أشياء على السياسة الخارجية الجزائرية فقط. يعني حتى أعود لك، خلينا نعطي لكي لا أكون عادل، نعطي الفرصة أعود إلى أنور مالك. أنور مالك، يعني أنت كنت ضمن فريق المراقبين العرب في بدايات الأزمة السورية وانشقيت أنا ذاك احتجاجا على تواطؤات، يعني كنت في الميدان يعني وشاهدت شهادات. يعني في اعتقادك لماذا يصر البعض على اختلاق السرديات، عدم نسيان؟ لماذا كيف بدأت القصة أصلا باحتجاج في درعا باعتقال أطفال؟ كتبوا شعارات، اعتقلهم مدير المخابرات ابن خالة بشار الأسد، خرج الأهالي للمطالبة بأبنائهم، قالهم ليس لكم أبناء، وإذا ما عرفتوش تجيبوا أطفال جيبونا نسوانكم. هكذا هذا ما فجر الثورة السورية ليس كذلك؟ نعم، حقيقة أنه كان هذا السبب. فتعامل النظام السوري بالعقلية الأمنية التي ورثها من أيام حماة مطلع الثمانينات، فتعامل بها بعنف. أنا لما ذهبت إلى سوريا ولم أجد إلا مظاهرات سلمية تغني وأهزيج للحرية والثورة، وكانت تطالب في البداية كانت تطالب
الصفحات ومعاقبة من تعتدى على الأطفال، وبعد ذلك تطور إلى المطالبة برحيل بشار الأسد إلى إسقاط النظام. وكلما أوغل النظام السوري بالعقلية الأمنية والعنف كلما تصاعدت. لو كان وهو كان كل مرة يعتقد أن القبضة الأمنية ستنهي هذه الثورة، وللأسف أخطأ كثيرا في هذه الحسابات، فوصل به الحال الآن إلى مجرد صورة فقط وضع في قصر الرئاسة في دمشق، والذين يتحكمون في المشهد السوري ويقيد سوريا هو بوتين من موسكو. للأسف الشديد الثورة السورية كانت سلمية بحق، وكان الشعب السوري يطالب ببعض الإصلاحات، ولكن المؤامرات الدولية، أطراف أرادت أن تدفن الثورات الشعبية في سوريا، أرادت أن تسوق أكبر يعني محرقة بسبب ما ثورات الربع العربي، أرادت أن تسوق حتى تتوقف الشعوب الأخرى من التحرك، وكانت الجزائر من بين الدول التي رشحت أن تكون فيها ثورة ما بعد سوريا. لذلك كل هذه الدول كادت وتآمرت وساعدت بطرق مختلفة حتى تغرق سوريا في هذا المستنقع، وغرقت سوريا حقيقة في هذا المستنقع. ولكن الثورة الشعبية رغم كل الإرهاب الذي جاء وكل من تدبير المخابرات السورية والمخابرات الإيرانية والمخابرات العراقية وحزب الله وكل الميليشيات التي جاءت، ورغم ذلك لم تستطع وأد هذه الثورة. حتى لو كان بكرة يوقف العنف تخرج مظاهرات وتخرج الأهازيج نفس ما كانت. طيب أنت في نربط أشرت إلى بوتين ومصير الثورة السورية، أنت في تركيا الآن أنور مالك، يعني كيف هي الأجواء وما رأيك في القراءات التي تربط ما حدث من اغتيال وزير السفير الروسي هناك بمآلات الوضع في حلب، وربما تتخذ حجة مرة أخرى لمزيد من الدمار للسوريين؟ هناك كثير من القراءات، أنا الآن موجود في تركيا، هناك الكثير من القراءات المتعددة، هناك التي ترى بأن بوتين هو الذي يقف وراء اغتيال سفيره بسبب هذا العنف الذي ارتكبه بحق السوريين، وهناك قراءات تقول أن هذا السلوك الفردي الذي جاء من هذا الشرطي ارتي بسبب تعاطفه مع حلب وما حدث فيها هو بسبب يعني تتحمله الدولة الروسية التي يعني قامت بكثير من الجرائم بحق السوريين، ولا تستطيع أي دولة أن تمنع تعاطف شرطي أو رجل أمن مع هذه الجهات. وهناك قراءات أخرى تقول على أنه يعني تتحدث عن أصابع المؤامرة. الآن هناك ضبابية كبيرة، ولكن هناك ارتباك كبير تشهده المنطقة وتشهده الساحة هنا في تركيا. هناك صدمة كبيرة خاصة في وسائل الإعلام، أما الرؤى متناقضة ومختلفة، وأيضا هناك ترحيب مختلف به في شبكات التواصل الاجتماعي بهذا، وتشيد حتى بهذا الشاب الذي قام بهذه العملية نقمة في روسيا ونقمة في بوتين وما فعله في السوريين. أعتقد أنه كثير تحدث أيضا على أنه ما بعد حلب ليس كما قبلها، اختلفت القراءات وتناقضت وتضاربت وذهبت بعيدا في الخواطر، ولكن ما زال الأمر تحت الصدمة لأن العملية كبيرة، وفيه من يتذكر حتى اغتيال سفير قبل الحرب العالمية الثانية الأولى أو الثانية آنيا، وأن هذا الحد أدى إلى نشوب حرب عالمية وكذا وكذا. أنا أعتقد أن هناك كثير من 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 من, من التطورات طيب. الكبرى في المشهد ستحدث الآن ما بعد مقتل السفير الروسي في تركيا. شكرا جزيلا لك أنور مالك الكاتب المراقب السابق في الجامعة العربية في سوريا محمد العربي زيتوت. بهذه المعطيات يعني أين الجزائر بموقعها؟ وكان هناك جدل كبير، حتى رمطال عمره كان يتحدث عن في إشارة إلى مقال كتبه كاتب في جريدة لاليبر البلجيكي يقول بعد الجزائر بعد حلب الجزائر، وبمعلومات فيها الكثير من المغالطات يعني مرة أخرى، وأن السعودية يقول بنفس الكليشي ستدعم الإسلاميين إذا توفى الرئيس بوتفليقة. يعني بما يستشهده سوريا بكل هذا الدمار، يعني أليس درس للجزائر ولكل الناس ولكل الشعوب؟ يعني هم أرادوا الآن هذه الأنظمة العربية كلها بدرجات مختلفة ولكنها كلها تتساوى في نقطة واحدة، تشترك في نقطة واحدة، وهو أن تصبح سوريا مرعبة، أن يصبح كل شعب. أنت الآن في الجزائر الأغلبية لما يكتبوا تعليق ولا كذا يقول لك تحبون نولوا كما سوريا، تحبون نولوا كما سوريا. هذا هو المطلوب، المطلوب أنك ترعب الشعوب، تنهبهم، تسرقهم، يجي شاكيب خليل ينهب، يجي فلان ينهب، هذاك ينهب، الرداءة، الفساد، الضياع، طرقات مكسرة، الجامعات ما هي الجامعات، المستشفيات ما هي مستشفيات. لكن يقول لك يا أخوي الأمان خير، هو عنده الحق،
يقول لك لا ما نخير. لماذا؟ لأنه فهموا حاجة واحدة، تتحرك على حقك يسرى لك كما سوريا. إما اللي شاف الحماء، اللي شاف الموت يرضى بالحماء، والناس تشوف في سوريا، وسوريا مثال مرعب يريده طغاة العالم وطغاة العرب أن يبقى جرحا نازفا يرهبون به كل الشعوب، فتبقى الناس هكذا. المصيبة اللي مش فاهمينها هي ماذا؟ إذا بقي الوضع كما هو في الجزائر فسنذهب كما سوريا شئنا أم أبينا. لماذا؟ لأن باختصار بسيط، لما الناس تجوع، وبدأت الناس تجوع الآن في الجزائر وراك تشوف الأوضاع، لما الناس لا تجد الأكل ولا تجد الدواء ولا تجد بعد الأولى في المعطيات كما يسميها أحد العلماء في الهرم هو الأكل، ثم يجي الأمن. الأكل يسبق الأمن. إذا بقي النظام فاسد ورديء وينهب ويبعثر الأموال ويفسد البلاد والناس تجوع والناس تفطر وعمال ما يعطوهمش أموالهم إلى آخره، أنا جايك. فسنصل إلى ذلك الوضع. متى لا نصل إلى ذلك الوضع؟ عندما نغير الوضع قبل أن يصل إلى ما وصلت إليه سوريا، عندما يكون نظامنا لا يتعاطف ويتحالف ويتواطأ مع السيسي مثلا. السياسة الخارجية الجزائرية فقدت كل البوصلة، من دعمنا إلى فيتنام وأنغولا وغينيا بيساو وكل شعوب العالم في الستينات والسبعينات والثمانينات، إلى دعمنا إلى كل طغاة العالم، من السيسي إلى بشار إلى العبادي إلى حفتر الذي استقبل قبل يومين. حفتر عميل CIA باعترافه هو يستقبل في الجزائر الآن ويريدون أن يدعموه. حفتر المقلب على فور المغادرة، مع أنه تقارير تقول بأن الموقف هو خبراء ليبيون يقولون يبقى الموقف الجزائري محايد ولا يدعم حفتر ولا يريد تدخلات أجنبية، قبل لا يريد تدخلات إماراتية ومصرية، قبل خلافه مع الإماراتيين والمصريين لأنه لا يريد للمصريين أن يقتربوا من الحدود الجزائرية. هو يدعم السيسي ويدعم عسكر مصر لخنق مصر، وأنت تعرف أن أول زيارة للسيسي كانت للجزائر. طيب. وشكر هذا رمطل عمامرة شخصيا لعب دور قدر جدا في قضية انقلاب مصر، واسمحني أقول لك بكلمتين، بإعادتها إلى الوحدة، إلى الاتحاد الإفريقي بعد أن جمدها الاتحاد الإفريقي. كان هو ما يسمى بالمسؤول الأمن في الاتحاد الإفريقي، يعني المسؤول الأول في إدارة الاتحاد الإفريقي. أعاد مصر السيسي بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، وجاء السيسي في أول زيارة، بالرغم أنه لو كان جاء عنده حياء العمامرة شخصيا، لو كان ما يقبلش يكون نصف وزير خارجية. لم يسبق في العالم أجمع أن وزارة الخارجية لديها وزيرين اليوم، وزير هو لمطلع عمامرة، والثاني ما يسمى، ذكرني بأسمه، مسهل وزير شؤون المغاربة. لو كان هذه السياسة الخارجية لها أدنى دنيا من أن تعترف بكوسوفو، كوسوفو يستعمرها الصرب واستعمرها الصرب، وقتلوا من المسلمين الكوسوفار اللي هما ألبان ومسلمين. طيب. يقفون مع الصرب ويعترفون لحد اليوم بكوسوفو، بالرغم أن كوسوفو يعترف بها 100 دولة في الأمم المتحدة. طيب. والأمثلة طويلة وطويلة جدا، والأمثلة كثيرة، يعني الوقت يضغط علينا. يعني بعيد الشر، يعني مهما يختلف الجزائريون متأكد أنهم يتفقون في حب الجزائر ويريدون لها الخير، يختلفون في السياسة الخارجية في السياسات الداخلية، يعني لتجنب يعني مثل هذه يعني احيانا يعني عناوين مثل هذا المقال في صحيفه الليبرا بلجيك، يعني حتى لو تختلف مع من في السلطه يغيظك كجزائري، لا تريد ان تسمع هكذا اخبار، ليس كذلك؟ وهكذا عناوين بعد حلب الجزائر، لتجنب هكذا عناوين واعطاء فرصه حتى لمن يتشفف في الجزائر، اليس الافضل لتجنب تكرار سيناريو سوريا ونماذج اخرى وحتى ماساه الجزائر العشريه السوداء، الم يحل الوقت للانفتاح ولقاء جزائريين وانتقال ديمقراطي حقيقي توافقي يفتح الأفق؟ قلنا لهم هذا، وكل من يحمل ذرة حب للبلاد وللوطن قال لهم هذا، إنكم تذهبون بالبلاد إلى الهاوية، كل سياساتكم الداخلية والخارجية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتعليمية الدينية وغير الدينية كلها تذهب بنا إلى الكارثة. لماذا لا يكون هناك منطق وتفهمون من أن الشعوب لم تعد تقبل الاحتلال الداخلي كما لا تقبل الاستعمار الخارجي، لم تعد تقبل الاحتلال الداخلي، ولماذا تريدون أن تذهبوا بنا إلى سوريا أو إلى ليبيا أو إلى مصر أو إلى أي بلد آخر؟ لماذا لا تسمحون للشعب الجزائري بتقرير مصيره، باختيار من يحكمه، بأن حتى ولو تأتوا بمستشارين ومراقبين محايدين، تسمحون للجزائري أن يؤمن بحكومته،
إذا شعب لم يؤمن بحكامه فإن الرداء هي التي ستسود، والفساد هو الذي سيسود، والدمار هو الذي سيسود. لماذا تذهبون بها؟ نحن قلناها ونقولها، مشروعنا أنا وغيري من الجزائريين الأحرار هو مشروع تغيير النظام سلميا بلا عنف، بدون عنف. مرة أخرى حتى أذكر في الأخير بما قالته السيدة زينب، لكن إذا دخل المستعمر أي كان هذا المستعمر، إذا كان أي تدخل خارجي، فنحن نستعد، وأنا أقولها بالفم المليان، أن نحمل السلاح. الذين يقاتلون من أجل تحرير أراضيهم من استعمار خارجي، الشريعة الدينية والشريعة الأرضية، القانون الوضعي والقانون الإلهي، القانون الدولي والقانون الداخلي، يقول لهم من حقكم أن تدافعوا عن أوطانكم أمام الغزاة الخارجون. بل أن حتى هذا الغرب وصناع دوله وكبار زعماءه يقول من أن الناس تحمل السلاح في وجه المستبد. نحن لا نقول بحمل السلاح في وجه المستبد، لأننا لا نريد لا نكرر سوريا ولا جزائر التسعينات، لكنهم كل سياساتهم كل مواقفهم يتجهون بنا إلى ذلك الطريق. على أي عاقل داخل هذا النظام أن يفهم من أن هؤلاء يذهبون بنا إلى طريق الجحيم. شكرا لك محمد عربي زيتوت، دبلوماسي سابق، عضو حركة، عضو أمانة حركة رشاد. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.